ليك انا كثير اشتقت لامس وحابب اتصور صوره عائليه معه، عرفت انه مذكرني فيه. اوه معبى الله لا يوفي عزيزي. هاك ريحته مثل ريحة هاك. اوكي لحظة ترون واحد يكون تحت. والله ما اندل من الغيس الا انت. والله اي مسهم يا زلمه، والله اي مسهم. اعطيه بوس. انت بوس، انت بوس. خش يا بوس على حقيقة ما ببوس. قبل ما بلش فيديو اليوم شايفك يا سيرين انك عم تحضر يومها للسبسكرايب وانا نفسي افهم ليش. لا تكونوا مثل سيرين، انزل اعملوا لايك حطوا سبسكرايب اكتبوا كومنت حلوه تحت وبس يلا. اوكي يا جماعه قبل ما اكمل الفيديو بس احكي لكم على السريع عن لعبه رايز اوف كينجدومز. اللعبه هي لعبه حرب استراتيجيه، اللعبه فري فيكم تنزلوها باللينك اللي انا حطيت لكم اياه بالدسكربشن تحت. رايز اوف كينجدومز تعتبر اقوى لعبه استراتيجيه بالعالم من شي سنتين، طبعا انا ما بجيب لكم الا احسن شيء ف ما اضبطكم انا. المهم باللعبه هي فيكم تلعبوا بمختلف الحضارات القديمه، فيكم كمان تختاروا شخصيات من غير حضارات، كمان الشخصيه اللي تلعب فيها ممكن تكون مثلا من مصر او من الجزيره العربيه. كمان الحلو باللعبه انه فيك تدخل تحالفات مع اصحابك، وكمان فيكم تدخلوا التحالف معي، حط لكم اسم تحالفي هون هلا على الشاشه، ادخلوا معي على التحالف، بعدين فينا نتخانق مع تحالفات ثانيه ونغلبهم وهيك ونخسر ناكل على راسنا. المهم يا جماعه فيكم تتعرفوا على عالم او على زوجات او والله اذا في زوجات كان لازم العب اكثر من اللعبه. ليش مفكرين اصلا بلعب اللعبه هي مشان كون صداقات. كمان جايب لكم هديه لاول 1000 واحد نزلوا اللعبه راح يعطوكم $5 رح تستخدموها جوا اللعبه. رجع عليكم تعملون لما تنزلوا اللعبه حطوا الكود اللي حطيت لكم اياه بالوصف حطوه هون كمان هلا. وبس جربوا اللعبه احكوا لي شو رايكم فيها، حط لكم اللينك تحت بالدسكربشن وبس. يا جماعه واليوم طلعت بر، طالعين نعمل شوي وقصص واشياء كود وحركات، ولكن اهم شيء اليوم معنا ايدي. يا جماعه ايدي انا بسميه جاك اوف اول تريدز. شو يعني؟ يعني عديد المواهب، عديد المواهب. مثل الزبديه الصيني. وين ما رنيته بيرن. يعني عليك. طب ليك بما انك انت هيك بدي اياك تشرح لنا شو حنعمل اليوم. لدينا هنا بعض اللحمه البرجر بما يسمى البرجر في البلدان الاجنبيه. لدينا بعض العرائس وليست الزوجات، لا انه شيء اخر. طب ايوه بدنا العرائس الزوجات، وين بنلاقيهم؟ يمكنك وجود برو ما فينا نقول هلا هي المواقع هون محظوره. منغني كلياتنا مع انه اصواتنا كلياتنا حلوه. وانا اول انت ما بتعرف صوتي على فكره. انا واخي اني ادفعني لاراها امي ذكرى لا انسى. هات والله من يجا. هلا والله. هاي فايف. وين الهاي فايف؟ متوضي. شو قصدك؟ اوكي يلا خلص برجع. بس يا جماعه في شيء انه الكل عم يتمسخر علي، قول لهم ليش؟ لانه موت يعني معلش اذا بتريد اذا بتريد في واحد عائل بيجي على الصحراء درجة الحرارة والله هيك بنلبس درجة الحرارة 15 والله هيك بنلبس جاي بالشورت. ما مو شورت انه قصره شوي بس معك مقص؟ لا هلا والله لاقصر لك اياها. كنزة وهي كنزة وهذا بنطلون وتحته في بنطلون. لا تورجيني تحته. لا ما حولك. لا بالله عليك هي طاقية وانت جايني بالشورت. طب والله عادي احلى هيك. عم بعطيهم كفوف. ايه بحكي لهم ما في معالق ما مصدقين. بعدين لما شافوا بعينهم قلت لهم ايام زمان الواحد ما كان يعني يستخدم معالق ولا شوك ولا كان ياكل ايام زمان هذول ما كان في هذا الشيء يستخدم كفوف بلاستيك زي هيك ايام ابو جهل هون. بس بعدين خلص يعني ما زبط. طيب ليه بتعك نظيف؟ انا من هلا يعني عندنا نفس عندنا 10 مليون انت عندك 3 مليون يخبش انت. يا جماعه هلا هالفقره هي انتم كثير طلبتوها، صار دخلت على الانستغرام وكتبت اعطوني افكار اعملها مع يوتيوبرز هون بدبي هلا، وهي واحده من الافكار اللي انتم اقترحتوها اللي حصير انه انتم اخترتوا انه شيرين تقيم صوري بالانستغرام. ما بعرف ليش مفكرين انه انت انه قدوه بالانستغرام، انا شايف انستغرامك صراحه والوضع ايه والفكره انه انت انستغرامك مو هو اللي يعني قدوه بالانستغرامات، عرفتي؟ فيعني ما حلو قول حلو لا ماشي حال. قول حلو انا بصبر. حلو بجنن حلو هي يعني واو كثير بجنن الانستغرام. انا بدك يعني تكون صريحه بكون صريحه. كوني صريحه طبعا ما عندنا ما عندنا شغل فيكينج نحن هون. ايه بس شوي شوي انا حكون اكسترا صريحه بهالفيديو. اكشلي ما بعرف انت ليش كثير عندي لانه هن طلبوكي والله هن طلبوكي. انا دائما صريحه. دري شنطتك. لا شنطتين شو انت انا خالص من اصاله جايتيني. ايه شنطتين قلوا لاصاله. شو بدي باصاله وفيكي انت حلو عن سماي. وان سكند اول صوره قيمي لي على جهتين، اولا تعب بالصوره قد ايه تعبت بالصوره انا، وثانيا على الاوفر اول منظر. اوكي فيني اقول انه انت مبينه عن جد تعبان على الصوره. والله تعبان يعني عم بتخيل السيناريو انه كل انه انت كنت قاعد مع رفقاتك ولبست اوتفيت كثير حلو وطلعت له قلت لهم جايز يلا شباب نزلوا صوروني في حيط كثير. لا مو هيك you know؟ لك شو صار؟ شو؟
كنا طالعين خصوصي لنعمل فوتو شوت. ايه هي نفس الشيء. هي خصوصي مو انه كنا قاعدين وكنت لابسها. ايه مبين عم لك انه مبين انه متعوب عليها. متعوب عليها السوبر هاي. لا عليك انه شخصية؟ اقسم بالله شخصية. شاطرة. كان يكون صريحة. جبت نارين اشرف لي. اوكي. هذيك نايس تضحك علي صورة. كم بنت زبطت هون؟ هون؟ ايه. والله ما. هالنظرة شكل انه نظرة اعطيتها لبنت. في شابين بعثوا لي بعدين. اه بتزبط شباب. فيني اقول انه 10 من 10 للتعب. ما عرفت اول واخر 10 من 10 ايه مليون بالمية انه انت عندك ابشع من هيك. لا هي اول صورة يا جماعة. هي مبين كثير عفوية يو نو. هي مثل كأنه حدا قال لك او يمكن انس لا انس كان يوم تخرج انس كان يوم تخرج انس هي. اوكي معناتها حدا قال لكم تضحكوا. اعطيكي سر قاعدين مع وحدة من اصدقاء انس اللي كان ممكن يكونوا يعمل بلوك لأصلا لا عفوية كان صح؟ صح بس انت طلبتها بعدين قلت لا بعطي لي اياها مشان وهون كان الخطأ هون كان اكبر خطأ بدي اعمله قد ايه تعب على الصورة؟ زيرو كأنك مع اخوك بعطيك خمسة ايه والله كفو طيب وهل بمسح الصورة ولا بخليها؟ خليها كمان ذكرى خايف من هالصورة لك كثير يمكن تبين انه الشاب انه يو نو مبين صايع يا والله تفكر حالي كول كنت مبين صايع عليك هيك بتحس انه ايه بتخلص الصورة وبتكست بتلبس نظارات كمان لا والله كنت ماسكهم هيك منظر انا وماما نتمشى بعدين قعدت هون او يعني انت مشان تصوير الوالدة بدي اعطيها سبعة تمسيح جوه وهيك لانه خمسة؟ يس لانه انك هيك طالع ارشيف ولا خليها؟ خليها لك هاد لون كله ذكرى يعني انا ما بقول انه لحدا شيل صورك القديمة لا اوه هي اول صورة مع انس وصالة لما عرفنا انه هي مبينة انه خذوا صوروني لانه ميموري حلوة بعطيك 10 اوه والله 10 هي اول 10 اوه والله هي ميمي يو نو؟ كانت صبتن اصلا ارشيف ولا مو ارشيف؟ لا خليها هلا عم لاحظ قد ايه انستغرامي بده شغل صح؟ لا تقولي لا 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 عم تعمل هيك لا على فكرة هي للأمانة هي أكثر صورة وصل لي منها مسجات بتعرف شو عم أحس صورة كانت أول صورة إلي مع ميلا نزلتها يمكن أكثر مرة بعثوا لي بنات مسجات جد والله ما عم بمزح يا عم بقول لك شوفوا الشاب هيك ماسك بيبي بيقولوا آه هذا كثير جد مع بيبيز وقصص وهيك وبلشوا لا أكيد ما كان هيك قصدي 3 بس منشان ميلا 5 حرام هي 3 يس واو طيب وقديش ارشيف ولا خليها؟ خليها ميموري خليها ماشي هاي الصورة جدا انشهرت هاي حلوة هاي جدا انشهرت هاي تم صح؟ قد ايه بتعطيها اوفر اول هي؟ 10 10 هي ثاني صورة ما اخذتها عليها بلشت تكبر هون هي كانت قبل جيم البرتغال واسبانيا لكن جيم رهيب هاد رهيب رونالدو دخل جول بالدقيقة 90 يمكن صار 3-3 ما متعوب عليها بصراحة ما متعوب عليها ابدا بصراحة ايمي التعب على الصورة مبين انه كذا كنت اجتمعت ما في تعب ابدا طيب وقديش قصدك تقولي انه في تعب؟ لا ما متعوب عليها ابدا هي اول صورة نزلتها بعد ما صرت اعمل سوشيال ميديا وهيك فوقتها شوفي قد ايه كان العالم كثير عم يعملوا لي هيك كومنتات ومبسوطين بحبكم والله حبيت هي مبين انه انت لك طالب انه خذوا صوروني لانه انت بلشت بالسوشيال ميديا فبدك تعمل مبين انه هيك انت رافع بس هي مبينه الصوره اغلى بالغلط انه انت عم تتحرك ايه انه شو بسموه كاندد yes. بالغلط عرفتي؟ لعبه الانستغرام هي صوره كنا عند اهل اصاله هاي وقت اخو اصاله صورني يا احمد هاي بليز احمد تعال صورني هالصوره لازم اعمل ابديت مالي ناشف صار لي ثلاث ايام اوكي هيك تقريبا صار حبيت الاوتفيت هيك كثير مبين صيفي شغل كاليفورنيا وهيك صح؟ قصص حركات طيب وحبيت المطعم حبيت كل شيء يعني الا انا بعطيك خمسه خمس على فكره انت كثير صعبه لا تكوني انت استاذه بحياتك ارشيف ولا لا؟ لا خليها ذكرى اول يوم لوسكول اول يوم لوسكول اول يوم جامعه قانون هي مبينه متعوب عليها مليون هي كنت رايح تصير محامي كنت رايح طالع صح على الدوام ما حبيت الشنتاي والله يس كثير شايف حالي الشنتاي والله كنت ادخل على على المحاضره شايف حالي فيها وافتح اوه لسه لابس هاللون اوه نو مو هدول نفسهم بس يا معي يا بس انا دائما هيك معي يا كفو قد ايه هي تقييمها؟ خمسه خمسه شو رايك بهذا الفيديو؟ شوفي 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 شوفي
شوفي هاد ما شايف انت انت برجل صور بالاكاونت لا لا مو مرج... اه انت عامله كريبي دارسه قبل ما تجي لا 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 نحا انك عم شوف هلا من شوي على اساس مو شايفه شغل البنات فما بعرف قد ايه افورت حاطط بال والله لك شو احنا شرينا توب وعمامه وقصص وكل شيء مبين شوي متعوب عليها بتطلع على تشتري الاغراض فبعطيها 7 7 من 10 يس اوه هاي مبين التصوير متعوب عليها مليون عمور اللي مصور وكمان عاملين بلاك اند وايت شوي يس اديتد كلها مبين 9 منشان الهي لك مش هم... تعديل هلا مره واحده بس لا تقولي مشان شو هي الصوره هي الصوره كثير على محبوبة هي الصوره اي ثينك محبوبه من الكل هيك رايك من كل سبيشلي البنات عليك اللبس كمان حلو كان طلع هاي كلها مشان دقيقه ونص من فلوج ما بعرف شفتوه زمان اللبس حلو وصص ف 10 من 10 ريلي هاي 10 يعني مضمونه حسيتها ريميك على فكره هاي ريميك الصوره تبع عرفتيها تبع مينا هاد الصوره بعطيها 10 انا كنت معكم انت كنتي صح الشله كانت بمطعم فكان خلوله وميلا موجودين وكانوا كثير عم يلعبوا مع بعض فبين هذا شكله دائب وهي الصوره انا خفت منها كثير هي حسيتها لانه هيك تو ماتش كثير طالع صايع طالع كثير صايع شو رايك لا مو صايع والله ايه انه هيك بين كلين كلين مطفان فهي بعطيها 9 من 10 لأنه هيك مبيضة الفيرمت كولر اللي هو بيربل هذا بيربل اوكي ف قد ايه بتعطيه؟ 8 من 10 ايه. وكثير انه متعوب بالنظارات وقصص حركات هي مو متعوب عليه ابدا هي ابدا مو هي كأنه قاعد عم تعدل الفيديو فتذكرت انه اوه انا عندي انستغرام ولازم انشر صورة فلازم احط الموبايل هيك وانشره والله كانت هيك هاندز فري عرفتوا حطيتها وقفت هيك اوكي سو هيك خلصنا الصور اعطيني نصيحة جنرال هعطيك نصيحة واللي هي انه لازم تخلي الانستغرام يلي الك يكون مضوي اوكي مضوي متناسق يعني ايه شايف هي وهي ايه هاد لون التنتين لازم يكونوا متناسقين ايه لازم يكونوا هلا هن مضويين مع بعض ايه وفيك انه هي كمان مضوي تطلع شنطاي الي وشنطاي لأصحابي شو الك شو كل مين طلع معي على القناة بده شنطاي حلو عني والله جد انا عادي تعملي ريت ليور اعملي ريت ما اختلفنا بس ما في لا شنطاي ولا شيء ولكن صالح اللي عندي اصاله والله انا هربت منك عشان انا هربت منك عشان الشنط ولكن ثانك يو شيرين انك جيتي على القناه اذا حبيتوا هذا الفيديو او بتكونين صور مع شيرين او مع سيدرا او مع نارين مع شيرين بلا مع سيدرا او مع نارين اكتبوا لي بالكومنتات تحت اذا بتوصلوا هالفيديو ل 400,000 لايك بدي انا اعمل ريكريت ليور فيديو صورك انت وعندي سيدرا بيوتي ونارين بيوتي فكلها بتساعد وبنعمل حلو بيوتي اسامه بيوتي اسامه بيوتي انا ما بدي بيوتي اصلا حالي هيك رباني اوكي وباخر الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب تكتبوا كومنت حلو تحت وبس ثانك يو شيرين باي باي يا جماعة السمكة كيف بتصحي ولاد الصبح على المدرسة؟ بتكب عليهم كاسة هواء